سجلت كبرى المؤسسات السعودية الرائدة في مجال المواد البلاستيكية والبتروكيماوية حضورا لافتا في أرابلاست، ليس من خلال المحتوى الذي تقدمه فحسب، بل المساحات الكبيرة التي اتخذتها للتسويق لمنتجاتها. شركة التصنيع هي من أو أول شركة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، أسست عام 1985. أهدافها الأساسية الحقيقة الدخول في صناعات أساسية للبتروكيماويات وكذلك الكيماويات، ودخول في مشاريع تحويلية للاستفادة من منتجاتها. تعتبر شركة التصنيع هي تقريبا ثاني أكبر شركة بتروكيماوية في المملكة، وثاني أكبر شركة لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم. تقريبا المبيعات السنوية تتعدى 6 مليار دولار سنويا، أو فوق 20 مليار ريال سنويا، وموظفين في جميع أنحاء العالم. لدينا مصانع في أمريكا وفي بريطانيا، وفي إضافة إلى مصانعنا في المملكة العربية السعودية، وعندنا عمالة تقريبا 7000 موظف. المعرض هذا من أهم المعارض بحكم أنه الشركة هي الحقيقة من أكبر مصنعين مواد البلاستيك، ومن منتجين المواد البلاستيك الاستهلاكية والتحويلية. ولذلك يعني دخولنا في معرض مثل هذا المعرض، وإحنا الحقيقة دخلنا فيه من فترة طويلة، يعني هذا ليست أول مشاركة، يعطينا يعني قرب من العملاء، قرب من بعض المنتجين، قرب من بعض الشركات التحويلية، وإيضاح قدراتنا لعملائنا والمحاولة اللقاء فيهم خلال هذا المؤتمر لمعرفة احتياجاتهم ومعرفة كيف ممكن كشركة أن نخدمهم أكثر ونقدم لهم خدمات أو منتجات أفضل كما يرغبون. سوق المواد البلاستيكية، أولا المواد البلاستيكية بالذات اللي ننتجها احنا، هي نعتبرها مواد ذات استهلاك عام، والحاجة عليها لا يمكن أن تنتهي ولا تقل أو تتأثر تأثر جذري. يعني إنما السوق له العرض والطلب، يعني احنا تحت قاعدة العرض والطلب، وذلك كل ما زاد العرض أو قل الطلب كل ما تأثرت المنتجات هذه. احنا نطمح ان شاء الله ان يكون لدينا يعني تواجد اكثر في منتجات اكثر، وكذلك يعني في مواقع جغرافية اكبر. تصنيع كانت الراعي الفضي للحدث، أما